سنة هو أكثر عام أنا خدمت فيه، سنة أكثر عام عملت فيه تور، معناها حفلات ومهرجانات. سنة أكثر عام عملت فيه مهرجانات الحمد لله، والحمد لله في كل بلاصة سولد أوت ونقا وناس يحبونا ومرحبين بينا، وإن شاء الله نكملوا هكا. باش نحكي المهرجان بنزرت، مهرجان بنزرت راهو سنة ما نعرفش علاش الناس الكل تحكي على مهرجان، راهو كل عام يصير مناوشات مع الأمن ويطيشوا دبابز كل عام، ما فيهاش قلق، ما فيهاش خطر عليا انا، وما في على الفنان معناه، وما فيهاش استهداف للفنان ديريكت، مي كل عام راس بنزرت في اي بلاصه تصير مناوشات، الناس كل تعرف على الحكايه في استاد كل بارتي نتاع كره تصير اكثر من هكا ودمومات وحاله، وفهمت نحن شدوا يحب نحس نعرفش سامحوني في الكلمه، نحس الاعلام يحب يلصق في الراب المشاكل والطبالبيز والدبابز وإحنا ليه راهو كيما الكوره كيما يعني احنا راهو باش يجيونا عباد من جميع الفئات في المجتمع، دونك باش يجيونا عباد صغار يحبوا يعملوا المشاكل والعارك، وباش يجيو كيما باش يجيونا عباد كبار وعاقلين معناها ويحبوا يسمعوا مزيكا ويتفرجوا. دونك سي سا تحيه، سامحني تحيه كبيره لجمهور بنزرت، راكم احسن جمهور في الدنيا وراكم قالبين الدنيا، وميرسي بوكو على الحفله اللي عملتوها لنا السنه، جمهور صفيق تقدم له تحيه من بعد ديريكت.